الخبر الاول اللي عدنا عن احمد ابو الرب وشنو صار ويا اهله. فبعد ما صابوا بالكورونا فاحمد نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي اول شيء يعتذر به انه بارحه كان يكتب الستوري، بعدها يطمن بها المتابعين انه اهله حاليا دخلوا المستشفى وبدا وضعهم يتحسن، فالله يشفيهم يا رب وان شاء الله يتحسنون بسرعه وقت. ولا تنسوا يا حبايب تدعوا لهم، راح احط لكم هذا الستوري شوفوه. شوف يا جماعه الستوريات امبارح كنت بعيط زي البيبي، صرت احسن. انا كنت صراحه كثير مقهور لانه مش قادر اساعد، بس اليوم ابوي دخل قسم العنايه المركزه في المستشفى وعم بيساعدوا وعم بعطوه اكسجين، عم بعطوه كل شيء بحتاجه، ويعني تحسن شوي صغيره، وهاي الشوي الصغيره بتكفي عشان انا اتفائل. جد كنت امبارح كثير متوتر وخايف، صحيح اني شاب زلمه قوي بس يعني بخاف على ابوي، يعني ابوي كثير بحبه. الخبر الثاني اللي عدنا عن اول فضيحه من سلسله فضايح انس الشاير، وليش هو ما راح يقدر يتزوج بيسان اسماعيل. بصراحه ما اعرف شو راح اوصلكم الفكره، ولكن انتشرت هوايه مقاطع لانس الشاير اللي هي بها اثباتات انه هو مو رجال. فبهذه المقاطع يا حبايب كان بها انس الشاير يسوي بها اشياء زائد 18 ويا اخوه وغيره. طبعا بالنسبه للاشخاص اللي يعرفون او يتذكرون شنو كان يقول محمد جواني على انس الشاير انه هو شاذ، اللي هو نقدر نقول نفس الساهر منذر. طبعا للاسف هذه المقاطع طلعت تثبت هذا الكلام. طبعا ما اقدر احط لكم اياها باليوتيوب لانه اليوتيوب يحذف قناتي اذا احطها، ولكن اكو هذا المقطع اللي انتشر هوايه اللي راح تفهمون الفكرة من خلاله، اللي كان بأنس شايب يسوي شي زائد 18 ويا اخوه. ركزوا زين راح تفهموا، راح احطكم المقطع. سامي الشايب هاي سامي، خزن الفيديو عندك ذكرى. بالنسبه للمقاطع الثانيه ممكن انشر لكم اياها، ولكن على غير مواقع التواصل الاجتماعي، لان مثل ما قلت لكم اذا انشرها باليوتيوب ممكن تنحذف قناتي. طبعا يا حبايب باكر راح تنزل لكم فضيحه لانس الشايب، عليكم تكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بهذا الموضوع، وهل انصدمتوا من انس الشايب ولا كنتوا تعرفون من زمان. الخبر الثالث اللي عدنا عن محمد طبنجه واستهزاء بنور مار. فطبنجه نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب، وهذا المقطع تحديدا بالدقيقه 6 مريانا كانت تطلب بيه من طبنجه انه يصور وياها تيك توك، ولكن طبنجه شان رافض هذه الفكره، صار يقول انه هو ما يريد يسوي تيك توك، واذا يسوي ما راح يسوي مثل الاشخاص اللي يسوون اللي هو قزه نور مار، صار يحط الاغنيه اللي هو يحطها خالد بي ويستهزئ بي. راح احط لكم لقطه شوفوها. صور تيك توك حلو مو تبع هذا هيك المهم مو تبع طبعا بنفس الوقت تعرض هواي من الهجوم، سواء اللي يتهجمون على وسام تيكت اللي هم جيش مية، اللي يطلبون من وسام تيكت انه يطلع يرد عليها بعد ما هي اتهمته انه هو تحرش بيها، وانتشرت الفضيحه بكل مكان، وطبعا جمهور نورمار يتهجم عليه. ما راح احط لكم رابط مقطع مية لفضحت بيه وسام تيكت اللي ما يعرف، وبس اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم حركه طبنجه واستهزاء بنورمار، وشو تتوقعون سبب استهزاءه بيه. الخبر الرابع اللي عدنا عرض خالد العزيز على بيسان اسماعيل بعد ما سرقت اغنيته بدون اذنه. فاللي ما يعرف انه باغنيه بيسان الجديده كان سارق الكلمات واللحن من هذه الاغنيه نازله من 7 سنين. صاحب هذه الاغنيه كتب كومنت على تعليقه اللي هو صراحه ما اعرفه، ولكن يرد بي على بيسان اسماعيل. فندخل حاليا على المقطع وننزل بي على التعليق، راح نشوف انه هذا صاحب الاغنيه كاتب تعليق يقول بي انه من هي بيسان، وهي لما تلحنت وغنت هذه الاغنيه هي كان عمرها 10 سنين، بس راح تتحاسب على هذا الفعل وراح تتحاسب على هذا الاستهتار. وطبعا هذا يثبت انه بيسان اسماعيل لما باقت الكلمات ما هي اخذت اذن هذا الشخص ولا موافقته عليها، وهو راح يعاقبها ويحذف الاغنيه. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم حركه بيسان اسماعيل سرقت الاغنيه بدون اذنه. الخبر الخامس اللي عدنا عن نور مار ومحمد جواني والتقاهم ويا بعض. فمحمد جواني نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي كان بيه نور مار. مثل ما تعرفون انه حساب نور مار تهكر وصار يقول ان شاء الله يرجع حسابه، وشوية كلام بيناتهم راح احط لكم الستوريات اللي حابين نشوفها كامل. يو كيفكم يا جلدين؟ ايوه هاي راجعلكم الوحش قريبا. اهلا بالجوج والله حبيب القلب تخير ربه. راجعين قريبا. قبلك انا كثير حبيت يا ما شئت ويا ما هويت صح شو يا جماعه على الشي نور قال لي اليوم اول يوم بقول لهم يا جلادين نزل فيديو جديد على الانستغرام، قال لي يا زلمه والله صعبه. احلى شيء نور سرق حساب القطه تبعيته، فرح منه شويه بكره القطه بس تكبر فرح مني اياها فكره. بس والله وصلنا نهايه المقطعات من المقطع عجبكم، لا تحطون لايك، اشتركوا بالقناه، شاركوا فيزي مقاطع من مكتب قصص، وبس مع السلامه.